مباراة رائعة بين أسكرين وسوزوكي كانت مفاجأة من الجولة الأولى، أسكرين انتصر على سوزوكي. ريو علي طبعا شو تعليقكم بالنسبة للجولة الأولى؟ شوفي طبعا هي المفاجأة اللي صارت، احنا ممكن سوزوكي يفوز كان ممكن أسكرين يفوز. المفاجأة اللي صارت انه المصارع اللي هو بن كان ممكن يروح المصارعة، بس هو اتجه الى ضربة السترايكس، ضربه بحيث سوزوكي ما كان عنده فرصة، ما كان عنده أي طريقة يرد فيها على بن أسكرين، دخل على الأرض وما عمل أي حركة، حتى دفاع نفسه ما عمله. صدمني نوبتات سوزوكي صدمني. نحن حكينا مع تنتين مقاتلين، أنا حكيت مع بن أسكرين والدكتور حكي مع نوبتات سوزوكي. شو قال لك نوبتات سوزوكي؟ يعني هو شوف، يعني هو أنا بقول لك أعطاني ثلاث كلمات وتوقعت على الاقل يعطيني ثلاث لكمات بالقفص، ما اعطاني اي شيء بالنهايه، ما زاد شيء، ما عمل شيء. يعني اعتقد يا اما يكون فارق الوقت وما كان نايم، قرر ينام بالقفص، بس يعني ما دافع عن نفسه، ما يعني تصرف. غريب من اول 20 ثانيه هيك، اي ما تصرف حتى تصرف بطل، يعني عارف في كرامه للبطل انه لو اخسر بشرف، ولو افوز بشرف. بس هو ما عمل اي شيء، سوزوكي راح نعس ونام، تعبان بركي. بس انا حكيت مع بن أسكرين، هو يعني قال لي بكل صراحه، ليك انا راح فوت على القفص، راح اجيب سوزوكي، راح نزل على الارض، راح اخذ اللقب منه، وعمل نفس الشيء. بس لما قال لك هالكلام ما توقعت انه قصده راح يروح يصارعه؟ لا لا، ما انا فكرت انه بركي اول جوله راح يلعب شويه الجيم بلان تاعه، راح يحاول، راح يكون يعني في جث نبط بين المقاتلين، بس ما صار هيك. مو قصه جث نبط، بس انت كنت حتى يمسكوا يزتوا، يعني احنا توقعنا راح تكون جوده، بس عمل نفس الشيء، رميه ورك، بس ما عمل شيء، مسكوا وزتوا وضربوا. يعني احنا حتى من التعليق لما قاعد نقول على المباراه قلت له خلاص عمله كبه، يعني عمله كفته، قاعد ضربه. المفاجاه اللي كانت انه سوزوكي ما دافع عن نفسه، هذا نفس يعني السؤال اللي كنت راح اطرحه، يعني شو المفاجاه؟ يعني المفاجاه انه 20 ثانيه ما دافع عن نفسه، ما عمل اي شيء، ما دافع. والمفاجاه الثانيه طبعا المصارع قام يضرب سترايكينج، كان سترايكينج قام يضرب بدل ما يصارعه، وما دافع عن نفسه سوزوكي بالمره وفقد اللقب. اذا بتشوفي شوفي، يعني بن أسكرين هو جاي من امريكا، من 11 و12 عم بيلعب بالرسلينج، عم بيلعب بالمصارعه، فات مرتين بال NCAA ديفيجن 1 رسلينج. واو، ديفيجن 1 رسلينج يعني من اعلى رسلينج، مش هيك؟ ايه، بالجامعه. وكمان فات بالاولمبيكس ب 2008، يعني عنده تاريخ، وعنده خبره، وما خسران ولا بحياته بالقفص. يعني ألف مبروك. يعني فينا نقول بن أسكرين يستحق البطولة. لا، استحق بجدارة بالعكس. اللي عمله كان شيء يعني يحسد عليه، أنه سيطر على المباراة. شوفي، كل مقاتل يدخل على القفص في فرصة أنه مع أنك تفوز ممكن تتأذى. يعني لما أنا أتعارك، يعني محمد علي كلال لما كان يتعارك خويس كريسي بآخر مباراة اللي فاز فيها أصلاً، كان في أثار الضربات عليه. أندرسون سيلفا انكسرت رجله وتأدى حتى لما فاز، ففي أشياء تصير عليك. بس أسكرين حتى ما كان في عدة نقطة عرق على جسمه، يعني مس دخل خلص المباراة وطلع ومن 20 ثانية حتى هو من أول جولة، يعني أعتقد كان مستعجل عشان يلحق على الطيارة ولا شيء. إيه، بس يا جماعة ما تنسوا إنه نوبو تاتسي سوزوكي معروف عنه إنه أداء ثقيل، ومعروف عنه ريو انه هو واحد الركلات واللكمات تاعه كثير قوي. بس وينها؟ ما شفناه هون هالمره، ما شفت انا، بس ما تنسوا انه هو واحد يعني كمان معروف بالام ام اي، يعني عنده خبره كثير بالام ام اي، بالجابانيز بروموشنز كمان. نعرف اسمه. شوف، لو مريم دخلت القفص مع بن كان عملت نفس الشيء اللي عمله سوزوكي اللي هو بطل، شو اللي راح بن يمسكها يضربها ونزلت على الارض؟ لا لا لا، دخيلك، لا راح قاعد هيك تفرشي وقال له خلص انت البطل وبروح. ما عمل شيء يعني خسارته ما كانت بشرف، خسر بشو اسمه، يعني شو اللي عمله؟ مسكه ونزل على الارض وانضرب. بس اي واحد من عندنا ممكن يروح يدخل على القفص ينضرب، ما كان اداء جدير ببطل للعالم. بس هيدي بتفرجيك انه بن أسكرين هو من الاعلى مقاتلين بالقفص، والف مبروك له. هلا هو عنده اللقب، يعني استحق البطل، يستحق بجدارة. 100% بجدارة. وفي كثير مقاتلين باليو اف سي دائما بيحكوا عن بن أسكرين، يقولوا هو مقاتل من اعلى تقنيات، من اعلى درج،
وانا برايي راح نشوف بن اسكرين باليو اف سي ان شاء الله. انا عجبني اشوفه، انا عجبني اليو اف سي كبطل يو اف سي المره الثانيه مو مشكله اكيد ليش لا. شكرا ريو، شكرا علي. اهلا بكم.